السلام عليكم مشاهدينا أينما كنتم، نلتقيكم بحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي حماة العراق. يشاركني بالتقديم الرائد أحمد عبد الكاظم. أهلا وسهلا رائد أحمد. أهلا بك سيدي. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، ابقوا معنا. سلام على العراق، وطن الخير والمحبة والوفاء. سلام على العراق، قاموس البطولة والتضحية والفداء. سلام على وطني الجميل، وهو يعيش شهر الباري الفضيل، إنه شهر رمضان المبارك. دعاء مستجاب وصيام مقبول، وسلام دائم ونعم لا تزول. صيام يليق بالبسالة والرجولة، وإفطار على مائدة النصر والبطولة. سلام على البواسل الشجعان في شهر الطاعة والرحمة والغفران. سلام في شهر رمضان. سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين، وما جادت بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفينا. رمضان مبارك. زار سيد وزير الدفاع يرافقه نائب قائد القوات البرية ومديرو الاستخبارات والحركات العسكرية والإعلام والتوجيه المعنوي وعدد من ضباط الوزارة قاطع عمليات ديالى للوقوف على الواقع الأمني وطبيعة الواجبات والأنشطة ضمن قاطع المسؤولية، فضلا عن النتائج المتحققة من عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها الثانية. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. لمتابعة العمليات العسكرية المنطلقة في مختلف قواطع العمليات والموسومة بالإرادة الصلبة المرحلة الثانية لملاحقة ما تبقى من فلول الإرهاب والقضاء عليها، تفقد السيد وزير الدفاع قاطع عمليات ديالى، إذ ترأس سيادته اجتماعا في مقر قيادة فرقة المشاة الأولى، ضم قائد العمليات وقائد الفرقة وضباط ركنها وقائد شرطة المحافظة والمسؤولين الأمنيين والعسكريين. استمع فيه إلى إيجاز مفصل عن أهم الواجبات والأنشطة التي من شأنها دعم الواقع الأمني في ربوع محافظة ديالى، فضلا عن المتحقق في الميدان من عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها الثانية الأمنية العسكرية. وفي مقر جوال قيادة القوات البرية ترأس السيد وزير الدفاع اجتماعا استمع فيه إلى عرض مفصل عن طبيعة الواجبات الميدانية والأمور الإدارية والعسكرية لوحدات القاطع، مؤكدا على بذل المزيد من الجهود لديمومة الأمن في محافظة ديالى ودعم استقراره وتوطيد أواصر العلاقة المتينة مع مواطنيها. قمنا هذا اليوم بزيارة قاطع عمليات ديالى للوقوف على العمليات الجارية ضمن عملية الإرادة الصلبة المرحلة الثانية الصفحة الثالثة، واطلعنا على الخطط وعلى التنفيذ. الخطة يعني منفذة بشكل جيد، القطاعات هسه في حالة تقدم وتفتيش، حققت بعض النتائج، وإن شاء الله عند الضياء الأخير راح تتوقف العملية وتستأنف اليوم القادم إن شاء الله. زيارات ميدانية وجولات تفقدية يجريها السيد وزير الدفاع بصورة دورية وآنية إلى قواطع العمليات ومختلف الدوائر العسكرية، وذلك للتواجد بالقرب من القادة والأمراء والمقاتلين والوقوف على أهم منجزاتهم واحتياجاتهم بما يخدم مسيرة النصر والأمن والسلام. التقى سيد وزير الدفاع عددا من الضباط والمراتب الجرحى وعائلات الشهداء، اطلع سيادته على مجمل الطلبات المقدمة من قبلهم، موعزا بتدليل العقبات والمعوقات كافة التي تقف حائلة دون إتمام معاملاتهم. وأكد السيد وزير الدفاع على إيلاء ذوي الشهداء أهمية خاصة تقديرا لما قدمه أبنائهم من تضحية بدمائهم من أجل تحرير أرض العراق من الإرهاب، وهم يستحقون كل الاهتمام والتقدير.
ومن جانب آخر قام السيد وزير الدفاع مأدبة إفطار للملحقين العسكريين للدول الإسلامية والدول الأجنبية المعتمدة في العراق. بحضور السيد وزير الدفاع احتفلت قيادة القوة الجوية بذكرى تأسيسها 91، وقد حضر الاحتفال معاون رئيس أركان الجيش للميرة والمفتش العسكري العام وعدد كبير من كبار الضباط في الوزارة، وشهد الحفل استعراضا جويا لصقور الجو للأبطال. الزميل سلام الربيعي حلق مع صقورنا الأبطال وعد لنا هذا التقرير. صقور الجو مان الوطن مضمون، ونطير من الفرح لما تطيرون، بس المطر يقدر يوصل القاع، علي عاد الشعب ما تخفى العيون، كفوا بوقت الشدايد بارد الراس، نعرفكم زلمنا وما تقصرون، كل عام وصقور الوطن شجعان وبوجود أسرابكم. حلقوا يا رجال فأنتم صقور هذا الزمان، فالجميع اليوم يحتفل معكم برعاية الوزير ورئيس الأركان. على بركة الله حضورنا الكريم، نبدأ معكم فعاليات هذا الحفل المديج بدعوة الساند والداعم والمتابع لعمل وواجبات هذا الصنف المقاتل الحيوي المهم والمتواجد دائما بينهم في السلم وفي الحرب، معالي وزير الدفاع الأستاذ جمعنات سعدون المحترم، أدعوه باسمكم جميعا ليلقي بيننا كلمته، يتفضل مشكورا. في 22 نيسان عام 1931، عندما هبطت في مطار الوشاش أول دفعة من الطائرات البريطانية يقودها طيارون عراقيون تخرجوا من كلية الطيران الملكية البريطانية، وكانت أول دفعة تسلمها العراق من بريطانيا، ونحن نستذكر هذا اليوم الذي تشكل فيه هذا الصنف المهم من صنوف جيشنا العراقي البطل. لابد لنا أن نستذكر الملاحم المشرقة التي سطرها أبطال القوة الجوية العراقية خلال المعارك التي خاضها الجيش العراقي الوطنية والقومية، حيث كانت لهم صولات وجولات مشرفة يشهد لها القاصي والداني. من جديد نعود إليكم بالتهنئة بمناسبة عيد 91 للقوة الجوية العراقية، هذا السفر الخالد من تاريخ العراق العظيم، فألف مبروك وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد تأسيس القوة الجوية العراقية البطلة، والعز والمجد لقواتنا الجوية بعيدها المجد. معالي الوزير، قبل أن تكون وزير قائدا ميداني وتعرف قيمة السلاح الجوي، وأنت أول من سعى لتطوير هذه القيادة. طبعا اليوم احتفلنا بالذكرى 91 لتأسيس صنف من أهم صنوف الجيش العراقي، ألا وهو صنف القوة الجوية. هذا الصنف البطل اللي رفع رأس العراق في كل المعارك الوطنية والعربية يعني القومية، وتعرفون التاريخ يشهد على هذه من عام 1848 لحد هذا اليوم. هذا الصنف في معارك داعش، المعارك ضد داعش، أبلى بلاء حسن، وأنا كنت قائد عمليات، يعني قدم لنا إسناد رائع وكان له دور كبير في حسم المعركة. وأخذها قاعدة، أي دولة ما بها قوة جوية قوية اعتبرها دولة ضعيفة، وممكن أي دولة أخرى تعتدي عليها وما تقدر ترد بصراحة، لأنه أهم نقطة هي موضوع يسموها السيطرة الجوية. السيطرة الجوية موضوع مهم جدا، يعني أي قائد لازم يفكر انه شلون يحصل السيطره الجويه في مكان ما، يامن سيطره جويه. هذا السيطره الجويه يامنوها القوه الجويه، تامنها والدفاع الجوي، صنفين قياده القوه الجويه والدفاع الجوي، لانه الدفاع الجوي احد اسلحته هي الطائره اللي هي المتصديه، يعني مشترك بين القوه الجويه والدفاع الجوي. فاحنا هذا الصنف انا من التحقت للوزاره ولحد هذا اليوم انا ساعي لان اطور واشتري طائرات حديثه، وهسه الحمد لله والشكر عندنا يعني وصلنا مراحل متقدمه، نتعاقد ان شاء الله على طائرات رافال الفرنسيه اللي هي هذه متطوره جدا، وان شاء الله عندنا طائرات اخرى ايضا ايطاليه، ايضا زرنا ايطاليا وعندنا ايضا معاهم مشروع، وان شاء الله ايضا قريبا يتكلل بالنجاح. اليوم احنا سعيدين نشوف الشباب الطيارين المهندسين الفنيين الطائرات جاهزيتها، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق مستقبلا. نشوف الطائرات تحلق اكيد تسترجع ذكرياتك. اي طبعا، فشيء يعني سعيد اليوم ان احنا نشوف الطائرات، التاريخ القوة الجوية
العرض إيجاز عن الطائرات من 1931 لحد هذا اليوم. فحقيقة سعيدين شفنا الطائرات اللي ضرنا عليها عدد من الطائرات، وهاليوم شفنا الشباب القوة الجوية هم مستقبل حقيقة القوة الجوية، شفناهم يحلقون في هذه الأجواء وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. بصفتي أنه عملت في الميدان وكنت قائد عمليات، كانت هذه القيادة لها صولات وجولات لحماية العراق بشكل عام والمقدسات بشكل خاص، لذلك حقيقة الاهتمام بها وأعطاها الأسبقية العالية في مسألة التخصيصات المالية والتسليح والتجهيز والتخطيط يجب أن تكون حقيقة هدف وطني للجميع لا يختلف عليه، وأن يقدم لأنه سماء العراق أبية وتستحق من يمنا كل تضحية، وإن شاء الله مزيد من التقدم ومزيد من النجاح. احتفالنا بيوبيل الذهبي للقوة الجوية العام 91، وننقل تحياتنا لكل الشعب العراقي وكذلك القيادة السياسية والعسكرية، ونعاهدهم أن نكون جنود أمناء إن شاء الله على وطننا. عيد القوة الجوية الأغار، العيد الذي نحتفل به كون قيادة القوة الجوية سطرت بكل متسوية، صارت أروع الملاحم في جميع حروب العراق، في جميع معارك العراق، وكان الدور الأساسي لهم والنصر المؤزر إن شاء الله بقيادة القوة الجوية. لأبطالنا الطيارين والفنيين والمهندسين وكل عاملين في القوة الجوية نبارك لهم هذا اليوم، يوم التأسيس، وأكيد كانت ولا زالت للقوة الجوية العراقية الصولات والجولات باستهداف تجمعات عصابات داعش الإرهابي ودك جحورهم العفنة وقتل الكثير من هؤلاء الإرهابيين. كان لدور القوة الجوية في معركة التحرير دور كبير، وأيضا الآن في هذه الأيام ونحن نخوض عمليات نوعية ضد إصابات داعش الإرهابي وبقايا فلولة، نرى أن التركيز يأتي على القوة الجوية العراقية ودورها باستهداف عناصر داعش وبقايا فلول هذه الإصابات. ستبقى مدارج القواعد تشهد الهبوط والإقلاع، وسيبقى جيشك يا عراق حامي هذه القاع، كل طيار عندنا يعادل صقور، وعلى الإرهاب هدوا هدة أصبع. احتفالية القوة الجوية العراقية وثقها لكم سلام الربيعي وفريق العمل، شكرا لكل من شاهد. زار السيد رئيس أركان الجيش والسيد نائب قائد العمليات المشتركة قاطع عمليات ديالى وقاطع عمليات غرب نينوى للوقوف على المستجدات الأمنية وجاهزية القطاعات العسكرية المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية. استمرارا للجولات الميدانية للسيد رئيس أركان الجيش لقواطع العمليات، زار سيادته ونائب قائد العمليات المشتركة قاطع عمليات ديالى، يرافقهم قائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من الضباط للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية، حيث تفقد السيد رئيس أركان الجيش مقر اللواء المشاة 53 في قرى تبة، واستمع إلى إيجاز مفصل عن قاطع المسؤولية. بعدها أجرى جولة في قاطع العمليات للوقوف على توزيع القطاعات وإعادة النظر بانفتاح بعض القطاعات بما يؤمن تعزيز مسك القاطع. من جانب آخر، زار السيد رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة قاطع غرب نينوى والحدود العراقية السورية، يرافقهم معاون رئيس أركان الجيش العمليات وكبار القادة والضباط في وزارة الدفاع. وكانت المحطة الأولى للجولة زيارة مقر قيادة فرقة المشاة 20، وعقد اجتماع أمني موسع تناول مجمل الأوضاع والمستجدات الأمنية في القاطع. بعدها تفقد سيادته الشريط الحدودي العراقي السوري للاطلاع على المراحل المنجزة للمانع السلكي والحاجز الكونكريتي الذي تم إنشاؤه حديثا بين العراق وسوريا لمنع تسلل العناصر الإرهابية. وكان في استقباله قائد حرس الحدود الذي قدم إيجازا عن مهام وواجبات القيادة والمعوقات التي تواجه سير العمل.
واختتم السيد رئيس أركان الجيش جولته التفقدية بعدد من التوجيهات حول إعادة النظر بالخطط الأمنية وفقا للتحديات والمستجدات الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباري، فضلا عن الاهتمام بالمقاتلين وتلبية جميع متطلباتهم الإدارية. برعاية السيد رئيس أركان الجيش وإشراف رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، قام مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا ورشة العمل الموسومة حرب روسيا وأوكرانيا أسبابها وتداعياتها. الزميلة حنان محمد توافينا بالتفاصيل. برعاية السيد رئيس أركان الجيش وحضور قائد حلف الناتو وعدد كبير من القادة والآمرين ومدراء الصنوف وبإشراف مباشر من رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، أقامت الجامعة مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ورشة العمل الموسومة الحرب الروسية الأوكرانية أسبابها وتداعياتها. ضمن دراسة وتحليل البيئة الاستراتيجية الدولية، عقدت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا ورشة تتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية وتداعياتها على العراق والعالم، وقد تضمنت هذه الورشة محاور عديدة من ضمنها المحور التاريخي والمحور الجغرافي والمحور السياسي والمحور العسكري، وفعلا كانت ورشة بمستوى الأداء والمهنية وأعطت انطباعا مشرفا عن مستوى جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا. الورشة كانت بحضور السيد رئيس أركان الجيش المحترم، وفعلا حضوره كان أعطت قوة لهذه الورشة، وقد أبدى سيادتي بعض التوجيهات وأوصى أيضا بضرورة إعداد دراسات أخرى تتعلق بتسليح الجيش العراقي مستقبلا. تضمنت ورشة العمل كلمة لرئيس الجامعة وخمسة محاور من قبل اللجنة المشكلة من مركز الدراسات، حيث تم البحث في الموقع الجغرافي لأوكرانيا ولمحة تاريخية عن تاريخها والقوى العسكرية والتسليح والتجهيز، مقارنة ما بين المؤسسة العسكرية الروسية والأوكرانية والتداعيات الاقتصادية من حيث توتر أسواق الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية والموقف الحالي في المفاوضات وعدد من النقاط وردود أفعالها على العراق والمنطقة. أقام مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية وبرؤية استشرافية أكاديمية ورشة العمل الموسومة الحرب الروسية الأوكرانية الأسباب والتداعيات، والتي تم تنفيذها من خلال خمسة محاور. تضمن المحور الأول إشارة إلى جغرافية أوكرانيا وأهميتها الجيوستراتيجية في المدرك الروسي، بينما أشار المحور الثاني إلى لمحة تاريخية عن أوكرانيا وروسيا وعلاقاتهما المستمرة من خلال خمسة محاور. وأيضا المحور الثالث تناول مقارنة ما بين الدولتين من ناحية التسليح والتجهيز، ومن ثم انتقلنا عبر المحور الرابع إلى الأسباب والتداعيات التي أدت إلى هذه الحرب وأهدافها، واختتمنا ورشة العمل برؤية على ما يدور في الواقع الحالي بين الطرفين وصولا إلى المفاوضات، وخرجنا من خلال هذه المحاور بجملة من الاستنتاجات والتوصيات اختتمنا بها ورشة العمل. لبرنامج حماة العراق حنان محمد. ترأس السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الاجتماع الدوري للجنة الإصلاح الوزاري بحضور قائد بعثة حلف الناتو وعدد من مستشاري البعثة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة المراحل المتقدمة التي وصلت إليها اللجنة في أهدافها، إضافة إلى جملة من التوجيهات الجديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما وجه سيادته إلى تكثيف الدورات المشتركة للضباط ومنتسبي الوزارة مع حلف الناتو، فضلا عن الاهتمام بتطوير وتمكين المرأة في وزارة الدفاع من خلال ورشات عمل خاصة بهذا الصدد. عقد السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الاجتماع الدوري لمدراء أقسام المكتب للإشراف على سير العمل والارتقاء به إلى مزيد من الإنجازات، حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات في عمل الأقسام والإنجازات التي تم تحقيقها وسبل معالجة المعوقات التي تقف أمام البعض منها لتحقيق النجاحات المرجوة. من جانبه طرح سيادته عددا من التوجيهات التي من شأنها أن تصب في مصلحة أقسامهم والمكتب والوزارة بصورة عامة. هذا الجيش صامد يرفض يطيح،
تصدق بي يا ميت، هذا مخدوع. بعدها حكاية تتغير الموازين، طغى صوت الرصاص وصوت مسموع. بالتاريخ ما حط إلا لتعيش، بعدني بقمة الثورات مرفوع. تحت جيش العراق تخلي خطين، إذا عن الجيوش تريد موضوع، وحق قلب أمهات الدومة مشلوع، وحق كل عمر شاب تحول شموع. هذا الوطن واحد راية وتراب، ومو تابع يرد قائد ومتبوع. هذا الجيش ما عنده انتماءات، غير الوطن ما متبني مشروع، غير الوطن ما متبني. بتوجيه الأمين العام لوزارة الدفاع، قامت لجنة العمل التطوعي بتوزيع السلات الغذائية الرمضانية في مدينة سبع البور وقضاء أبو غريب ببغداد ضمن جدول عملها الرمضاني الخيري، استكمالا للمبادرة الإنسانية التي أطلقها سيد الأمين العام النابعة من روح التعاون والمساعدة للشعب العراقي العزيز. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. بهدف الوقوف مع العوائل المتعففة ومد يد العون لهم خلال هذا الشهر الفضيل، وبتوجيه مباشر من مكتب الأمين العام، تستمر حملة العمل التطوعي في مناطق سبع البور وأبي غريب بتوزيع السلات الغذائية من أجل سد احتياجاتهم الأساسية في شهر رمضان المبارك. الجهود المبذولة التي قدمها لعوائل سبع البور من العوائل المتعففة ولما قدمه لنا من جهد من سلة غذائية، ونشكر الكادر الذي تكلف بهذه المسؤولية وأوصل هذه المواد إلينا والحمد لله. فأكرر شكري لوزارة الدفاع وعلى رأسها الأمين العام لوزارة الدفاع السيد جبار ثجيل الحيدري للجهود المبذولة ولما قدمه لنا من هذه المساعدات لهذه العوائل، وبارك الله له في شهر رمضان المبارك وشكرا جزيلا. ساعد الناس الفقراء المتعففين اللي محتاجين يعني مساعدات، هواي اكو ناس ضعفاء ونشكره هواي هواي لان ساعدهم ووقف لهم دائما يعني وقفة محترمة ونشكره هواي هواي. المواطنون من جانبهم أثنوا على الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء اللجنة لإيصالهم الرسالة الإنسانية لجيشنا الباسل وللمؤسسة العسكرية. نشكر على هذا العمل المحترم الإنساني الطيب، اللهم يا ربي إن شاء الله يكثر من خيراته وينطي شارطة العمر والصحة والعافية ويقدم الله على شيء الأكثر والأحسن. نشكر الأستاذ جبار ثجيل المطلق على رعايته وعلى اهتمامه في ناحية أبو غريب على الناس المتعففة والناس الفقراء، وأكيد هذا اهتمامه لأنه يحس بالناس الفقراء ومعاناتها، فنشكره له منا فائق الاحترام والتقدير. تنظيم مثل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من الواجب الإنساني في مساعدة المواطنين المحتاجين والوقوف معهم في شتى الظروف. نصير البحار، برنامج حماة العراق. أهلا وسهلا بكم سادتي المشاهدين في فقرة بريد البرنامج الذي نستقبل فيه الشكاوى والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني ظاهر أمامكم أسفل الشاشة. الرائد دريد عبد القادر أجابت أمانة السر العام تم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص طلبك. النقيب نايف إبراهيم حسين أجابت أمانة السر العام إيقاف التعيينات على الملاك الدائم والتعيين بصفة عقد أو أجر يومي بكافة الوزارات. المواطن مالك كاظم ناصر بيّنت أمانة السر العام بأنه لا يوجد لديك قيد في نظام الموارد البشرية. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم لتكملة بريد البرنامج. نائب ضابط عمر علي خلف بيّنت الدائرة القانونية عليك مراجعة وحدتك العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية.
المواطنة آمنة هيثم محيي بيّنت أمانة السر العام إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات. سادتي المشاهدين، ننتقل بحضراتكم إلى الفقرة الطبية مع المقدم الطبيب حسام مؤيد ليطلعنا اليوم على ما لديه من نصائح ومواضيع وإرشادات طبية، فابقوا معنا. السلام عليكم اخواني مقاتلين الابطال. اليوم راح نتكلم عن فقرتنا الطبيه، موضوع جدا مهم وهو الامراض المعديه والساريه. الامراض المعديه هي الامراض اللي يمكن ان تنتقل من شخص الى اخر او من مصادر التلوث المختلفه الى الانسان. قد يكون هذا المصدر اما شخص مصاب او تكرمون حيوان مصاب، او يمكن ان تحدث نتيجه تناول طعام ملوث او التعرض لعوامل بيئيه مثل الجراثيم والطفيليات أو الفيروسات. يصاحبها ظهور أعراض عديدة ممكن نلخصها إحنا أعراض مختلفة كارتفاع درجات حرارة، فقدان شهية، ضعف عام أو عدم القدرة على الحركة، أو مختلف الأعراض البسيطة أو الشديدة اللي ممكن أن تحدث بعد الإصابة بهذه الأمراض. اليوم راح ألخص لكم أهم الأمراض المعدية والسارية اللي يمكن أن تحدث داخل وحداتنا، خاصة بعض الوحدات المكتظة بالمقاتلين. اختارنا لكم موضوعين مهمات، وأهمها داء الجرب اللي هو أحد أهم الأمراض الجلدية الانتقالية اللي يمكن تحدث داخل الأماكن المكتظة بالسكان. احنا عندنا بالوحدات، عندنا بعض الوحدات تكون مكتظة بالمقاتلين، تسبب حكة شديدة بالجلد وسرعة انتقال بين المصابين، وتسببها نوع من الطفيليات، طفيلي اللي نسميه طفيلي الجرب. يحدث هذا المرض عن طريق الملامسة المباشرة أو ملامسة الأدوات الشخصية مثل المنشفة أو غطاء السرير. بعض مضاعفات يسببها عدوى الجرب، الإصابة بعدوى بكتيرية ثانوية تسبب نتيجة الإصابة الأولية بالطفيلي. التشخيص الأولي لمرض الجرب اللي ممكن عناصرنا الطبية داخل الوحدات ممكن تتعرف عليه، أهم الإحساس الشعور بالحكة الشديدة، ظهور أعراض الحكة الشديدة بالجلد أو اشتباه بالمصابين اللي ممكن يكونوا مصابين لعتهم حكة شديدة خاصة أثناء الليل. والتشخيص طبعا الأساسي راح يكون من قبل طبيب الجلدية المختص. أهم الإجراءات اللي هسه ممكن لازم نتبعها للوقاية من هذا المرض أو الأشخاص اللي شاكين عندهم هذا المرض: عزل المريض وأدواته الشخصية، وعزل غطاء السرير، تغيير المكان للأشخاص المشكوك بهم والمصابين وعزلهم، جعل المكان المشكوك به عرضة لأشعة الشمس وإن أمكن لمدة 7 أيام، وعرض المريض اللي يتأكد إصابته إلى طبيب جلدية مختص. وأما الملامسين فيمكن عزلهم ومنعهم عن مخالطة الأشخاص غير المصابين. المرض الثاني اللي اختارنا لكم إياه الأمراض المعدية والسارية هو التسمم الغذائي، وهو من الأمراض الانتقالية التي تحدث نتيجة تسمم الغذاء بالجراثيم كالفيروسات والبكتيريا والطفيليات. ممكن أن يحدث أثناء تجهيز الطعام أو حتى أثناء إنتاجه. تبدأ الإصابة به في غضون ساعات من تناول الطعام الملوث. أهم مضاعفات التسمم الغذائي هو الجفاف اللي يعتبر من أكثر المضاعفات خطورة، فقدان الماء والأملاح والمعادن الأساسية والتي تحتاج تعويض السوائل التي يمكن أن يفقدها المصاب بسبب القيء أو الإسهال. الآن نجي على الوقاية من التسمم الغذائي اللي هذه مسؤولية عناصر الطبابة الطبية أو ضباط الطبابة داخل الوحدات. أولا تنبيه المقاتلين وتثقيفهم على غسل اليدين وغسل أدوات الطبخ والأسطح اللي يتعرض لها الطعام وأماكن حفظ الطعام. ثانيا حفظ الأغذية النيئة خاصة بالأماكن المخصصة لها بعد التأكد من تعفيرها ونظافتها، خاصة اللحوم والدواجن. ثالثا الأطعمة تكون لازم محفوظة في درجة حرارة معينة، ونحاول نستخدم مقياس الحرارة، لأن تعرفون بعض الأغذية تحتاج أثناء الطهي إلى درجة حرارة لقتل هذه الكائنات الحية المجهرية اللي ممكن تعيش داخل هذه الأغذية. طبعا أتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية والسلامة،
والله يحفظكم ويحفظ أهلنا وناسنا. تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الدفاع، تواصل القطاعات العسكرية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها عملية الإرادة الصلبة للقضاء على ما تبقى من فلول داعش الإرهابي والتي انطلقت من عدة محافظات. التفاصيل مع الزميل نصير البحار. من أجل لا تغمض للعدو عين ولا يهدأ له بال ولا يحط رحالا له على شبر من أرض عراقنا العزيزة الطاهرة، سواء على حدوده الشماء أو في رحاب الوديان والصحراء، تنطلق العمليات العسكرية الواحدة تلو الأخرى بقيادة رصينة شجاعة وتنفيذ دقيق ومركز من مختلف التشكيلات العسكرية التي تأخذ على عاتقها تنفيذ الواجب بكل شجاعة ومهنية لتقضي على ما تبقى من خلايا الإرهاب النائمة وبقايا فلوله المنهزمة، وهي عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها الثانية تحقق النجاحات والانتصارات. بعد انتهاء المرحلة الأولى من عملية الإرادة الصلبة وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة، انطلقت على بركة الله اليوم عملية المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة. هذه العملية تشترك فيها قطاعات الجيش وكذلك الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحدود وأيضا قوات الحشد الشعبي. العملية واسعة بعدة محاور، الغاية من أداء هي ملاحقة وتفتيش مناطق غرب الأنبار. أيضا تشترك بهذه العملية قوات محمولة جوا من القوات الخاصة العراقية وكذلك فرقة الرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب للقيام بعمليات نوعية وعمليات إنزال بقوات محمولة جوا على أهداف منتخبة وفق معلومات استخباراتية دقيقة. العملية تأتي لملاحقة ومطاردة بقايا فلو عصابات داعش الإرهابي ضمن هذه المناطق الصحراوية. الصحراء الغربية صحراء شاسعة وكبيرة تتخللها طيات أرضية ووديان عميقة وسحيقة. توجيهات السيد القائد عام القوات المسلحة الاستمرار بملاحقة بقايا هذه الفلو الإرهابية وأيضا دك هذه الرؤوس العفنة وعدم إعطاء أي فرصة للقيام بأي عمل إرهابي باتجاه المواطنين أو باتجاه القوات المسلحة العراقية. فرسان طيران الجيش الأصلاء وصقور الجوية الأبطال رسموا في هذه العملية العسكرية على أجنحة طائراتهم أبهى صور البطولة وهم يحلقون فوق سماء الوطن ليقذفوا بصواريخ الحق على أوكار الباطل وليحيلوها هباء منثورا، فكانوا ولا يزالون سندا قويا لتشكيلاتنا البرية البطلة، فأثبتوا إنهم فخر لعناوين السيادة الجوية ورمز للشجاعة والبسالة والإخلاص. عندما تتحرك القطاعات يكون لها أسناد، لدينا قوة جوية ولدينا طيران جيش. طيران جيش الأبطال عملهم هو إسناد القطاعات واستهداف أي مواقع ممكن كشفها بالاستطلاع المسلح أو أن يستخدم طيران جيش بعمليات الإنزال بقوات محمولة جوا، وهذا ما تعمل عليه القيادة العسكرية وطيران جيش الأبطال. إضافة إلى ذلك القوة الجوية الأبطال صقور الجو بتنفيذ ضربات دقيقة وتعبوية على بعض المواقع التي تنتخب استخباراتيا من أجل القضاء على أي عناصر لتنظيم داعش الإرهابي في هذه المناطق. صنوف جيشنا العراقي الباسل لم تكن غائبة عن مجريات العمليات التي تسعى إلى تطهير كل شبر من أرض العراق
وخصوصا الأرض والصحراء من دنس الأرهاب، فكانت الاستخبارات العسكرية العين التي ترصد الأعداء وتسجل المعلومات الدقيقة عن تحركاتهم، ليأخذ المشاة دوره الرئيسي في البحث عن فلول العصابات الداعشية وغيرها من الصنوف الساندة التي تشترك جميعها في كل عملية أمنية يكون مسك ختامها نصر عراقي مؤزر. احنا اليوم معركتنا مع ما تبقى من هذه الفلول الإرهابية معركة استخبارات، وعليه توجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة بتكثيف الجهد الاستخباراتي حقق نتائج كبيرة وإيجابية. الدليل على هذا تم قتل واعتقال قيادات تعتبر من الصف الأول لعصابة داعش الإرهابي. أيضا اشتركت الأجهزة الاستخباراتية باستهداف وقتل البغدادي المقبور البغدادي، وكذلك قرداش المقبور، وهذا كان بجهد للأجهزة الاستخباراتية العراقية وخصوصا جهاز المخابرات الوطني العراقي. نعمل على دك وقتل وإلقاء القبض وتدمير أي مواقع أو جحور أو كهوف يستخدمها هذا التنظيم الإرهابي للانطلاق بقيام بأي عمليات إرهابية. تقبل الله صيامكم في شهره الفضيل وقيامكم على سواتر وطنكم الأصيل، تفطرون نصرا وماء وتتسحرون بدحر الأعداء، فيستجاب لكم كل دعاء ويسدد الباري سبحانه وتعالى خطاكم أيها البواسل الأوفياء. رمضانكم كريم وعدوكم إلى الخذلان والجحيم. لبرنامج حماة العراق نصير البحار. مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا الأسبوع، انتظرونا في الأسبوع القادم. إلى اللقاء، شكرا لك رائد أحمد. شكرا لك يا سيدي. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم في الأسبوع القادم في أمان الله.